كل سنة وانت طيب. محمد صلاح 26 سنة، ناس كتير قوي تقول بسم الله ما شاء الله، 26 سنة وصل إلى هذا الأمر، هو ده الجيل الجديد، وهو دي الحالة اللي فيها منتخب مصر. وإحنا عشان نعرف الحالة اللي فيها منتخب مصر وآخر أخبار التدريب وآخر أخبار كل حاجة تخص منتخب مصر، معنا على هاتف الكاتب الصحفي الكبير أستاذنا الكبير أستاذ أيمن بدرة. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة كابتن محمد والسادة المشاهدين الكرام، كلهم بخير وعيد سعيد إن شاء الله على مصر كلها بإذن الله. أستاذ أيمن، في البداية عايز حضرتك توصف لي إحساسك ومصر بتلعب كأس عالم، والمباراة الافتتاحية، الحالة، الأجواء، دخول حضرتك لملعب ايكاترينبرج في روسيا، حضرتك حسيت بايه؟ يمكن حضرتك برضو من الجيل اللي شاف مصر في كاس عالم 90، كان بالنسبه لك اكيد حدث تاريخي. هو الحقيقه كان طبعا الفرق 28 سنه، رحله الصعود لمونديال 90 كانت يعني ليها وقع كبير في نفوسنا، يعني كنا اياميها برضو شباب صغير متحمس منتظرين حاجه كبيرة حصلت. على فكرة جريدة أخبار رياضة ومجلة الهرم الرياضي صدرت بمناسبة صعود مصر لكأس العالم. نعم. يعني بعد ما مصر صعدت 17 نوفمبر 1989 بدأ تفكير الكاتب الكبير الله يرحمه الأستاذ إبراهيم نافع في إصدار يعني إصدار رياضي. نعم. وتلاه بعديها بأيام الكاتب الصحفي الكبير برضه الاستاذ سعيد سنبل اللي اصدر جريده اخبار رياضي. فذكرى صعود 90 يمكن لا يقارن بجيل كبير جدا جدا من الصحفيين والنقاد الرياضيين اللي يعني انتسبوا واسسوا وتشرفوا بالعمل في مؤسستي الاخبار والاهرام. طبعا كاس العالم 2018 وقع مختلف، لانه دلوقتي في ملايين بقوا صحفيين، كل واحد عنده حساب على الفيسبوك وعلى تويتر وكده، بقى صحفي وبقى كاتب وبقى ناقد وكل واحد له رايه. وحضرتك عارف الاعلام دلوقتي بقى فيه دخل كتير، تطبيقات ومواقع الكترونيه. نعم. فالمساله كبيره، لكن طبعا ده لمرنط برادع مصر في الفتره الماضيه من يعني ساعه مأساه 2011، مباريات بدون جمهور، مباريات بيحصل فيها مجازر بيروح فيها شباب، دوري بيتوقف او مباريات بتقام على ما تفرج، الى ان يعني بدات الامور تنتظم بشكل شويه جيد، اصبح لديك عدد كبير من المحترفين. احنا كنا رايحين يعني كاس العالم 90 معانا اثنين محترفين المجديين، مجدي عبد الغني ومجدي طلبه، وكانوا طبعا في انديه يعني بيرامار، واعتقد كابتن مجدي طلبه كان في اليونان. باوك، لا في باوك، باوك في اليونان. فانت النهارده عندك واحد بينافس على قمه يعني افضل لاعب في العالم، دخل المثلث او المربع الكبير بتاع نجوم الصف الاول في العالم. فكنت بتصور او وغيري بتصور ان الطموح يكون على هذا المستوى، يعني طموح على مستوى ان عندك محمد صلاح، عندك النني، عندك رمضان صبحي، عندك تريزيجيه، عندك لعيبه كتير طبعا، عندك احمد فتحي بكل خبرته، وعندك عصام الحضري، عندك نجوم واسماء كتيره، عبد الشافي، فكل اللعيبه ديت الطموح لازم يبقى على مستواهم. وعلشان كده احنا كنا عندنا ثقه، ولما شفنا التدريب بتاعنا في جروزني تدريب المنتخب انا وزميلي العزيزين الاستاذ ابراهيم الباشا والاستاذ محمود صبري، كنا عندنا كده شيء من الثقه والاطمئنان انه المنتخب هيعمل نتيجه كويسه. يعني حضرتك اللي شفته في التمرين قبل لقاء اورجواي ادالك انطباع عن الاداء؟ اداني انطباع انه احنا هنبقى يعني مش منكمشين، هنبقى عندنا قدره على ان احنا نصنع هجمات. كان التركيز على انه هذه الهجمات غالبا ما تنتهي بتسديدات، وتسديدات من مسافات وزوايا مختلفه ومحكمه، ولكن بتيجي بقى الثقه في الملعب
والقدره على التنفيذ تحت ضغط، غير طبعا في التدريب انت راجل لعيب وعارف. نعم. فهنا بقى بتيجي بقى التوازن النفسي العصبي والقدره على يعني ان الامر يطلع من المخ على الجسم على طول. فالتنفيذ الحقيقه كان بيتاخر شويه، وده يمكن اللي يعني خلى تعرف الفرق ما بين الزمن والمسافه، انه في ثانيه انت بتقرر تاخد قرار بالتسديد. لو اتاخرت ثانيتين ممكن المسافه اللي انت تضيق، لان في لاعب اخر بيتحرك يسد عليك الزاويه او بتبقى في مشكله، تبقى الموضوع اصعب فعلا. نعم. فده يمكن اللي عمل صعوبات علينا. طبعا الدفاع بتاعنا تحمل بشكل جيد، وحارس المرمى احنا كسبنا طبعا تحمل الشناوي بشكل كبير كحارس مرمى، يعني ادى وحقق انجاز انه يبقى زمان في مركش، فحاجه الحقيقه جيده. ولكن بنشعر طبعا بصدمه وبقهر كده انك انت في اللحظات الاخيره يجي لنا نفس المرض بتاع الكره العربيه اللي عانينا منه في ماتشات كثيره. احنا عانينا منه طوال عمرنا يا استاذ ايمن، مش بس في الماتشات الاخيره. يعني طوال عمرنا زي ما قلت حضرتك، وهي يعني يمكن انا كاتب كده حتى في اخر ساعه ان شاء الله بكره او بعده، انه اجيال بتتغير، اجهزه فنيه بتتغير، طرق لعب بتتغير، ولكن تبقى الكرات العرضيه. كره مارك رايت اللي دخلت في مرمى ده حقيقة ماتش ضيف ماتش بانجلترا كاس العالم، وكوره خيمينيز اللي دخلت مرمى الشناوي يمكن خلتنا يعني نتراجع شويه في الامل وفي الثقه. نامل ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا نعوض. استاذ ايمن عايز باذن الله عايز اسال حضرتك، حاله التمرين اليوم، حاله محمد صلاح، حاله اللعيبه وصلت لايه؟ النهارده احنا طبعا رحنا تابعنا التدريب بمجرد ما وصل الفريق مساء امس من اكتنبرج. طبعا كان في احتفال كده قاعدين وبعض الشباب من الشيشانيين واداره الفندق لمحمد صلاح، يمكن خفف شويه من اجواء الحزن اللي كانت موجوده. كان في تورتايه كبيره امبارح في الليل الحقيقه، وزنها يمكن حوالي 100 كيلو، كان عليها شعار كاس العالم وحذاء ذهبي، واحتفال كده رقيق واحتفال بسيط بمحمد صلاح. محمد صلاح النهارده اللي شفناه في التدريبات شارك في تدريبات الكره، وشارك في المجموعه اللي خدت الحمل الاكبر في التدريب، لان المجموعه اللي ادت المباراه النهارده كانت عمليه ريفريش بس كده يعني. دخلت الملعب، عملت شويه اصابات وعملت شويه تدريبات خفيفه جدا، وكان بياخدهم اسامه نجيب، وخرجوا من الملعب لتستمر المجموعه الاخرى اللي ما شاركتش اساسيين، وصلاح شارك معاهم وكان بيأدي بشكل جيد جدا ونال اعجاب واستحسان الناس. يعني حضرتك كنت حاسس ان هو فايق خايف ان هو يخش، ولا مش فارقه معاه وبيشارك بشكل بطريقه طبيعيه؟ لا على العكس، شارك في كل التدريبات البدنيه والفنيه والتقسيمه اللي جرت بعد المباراه، وفي صوره انتشرت الحقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي انه في بعض اللاعبين بيساعدوا محمد صلاح في ارتداء الفانيلا، القميص، قميص التدريب او قميص التدريب يعني، فحلو قميص التدريب. انا بقول لحضرتك احنا الحقيقه ما شفناهاش في الملعب خالص، وانا بكلمك ومعايا يعني ابراهيم المنيسي ومحمود صبري، ما شفناش الصوره دي خالص. تحياتنا ليهم طبعا استاذ ابراهيم، وكل سنه وهو طيب، وكل سنه استاذ محمود صبري، كل سنه وهو طيب. وحضرتك الصحه والسلامه، وهم طبعا بيعيدوا عليك وعلى كل اسره الرياضه في مصر وجماهير النادي الاهلي. زي ما بقول لحضرتك احنا ما شفناش هذه الصوره، و التدريب يعني انتهى على خير، واللعيبه اللي كانت مصابه سواء طارق حامد او تريزيجي اللي يعني الكدمه اللي حصلت في الماتش الحمد لله ما فيش حاجه، وده اللي اكده المهندس ايهاب الهيثم النهارده في
في المؤتمر اللي عمله او في الوقفه مع الصحفيين والاعلام بعد المباراه. وطبعا احنا ما يعني ما كانش في فرصه او هو كوبر ما حبش يتكلم او يعلق مكتفيا بما قاله بعد المباراه. لكن ان شاء الله باذن الله تعالى مباراه يوم السبت تعيد التوازن اللي يعني صنعنا في المجموعه وتحطنا بشكل كبير او تثبت اقدامنا في المنافسه. ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون محمد صلاح من العناصر اللي هتشارك بشكل كبير. طيب استاذ ايمن، استاذ ايمن بالنسبه وحضرتك موجود هناك، هل وسائل الاعلام في روسيا بعد الاداء اللي شافته امام لمصر امام الاورجواي ما كان تعليقهم على اداء منتخب مصر وخاصه ان هم هيلعبونا الماتش الجاي؟ لا طبعا كتير من وسائل الاعلام العالميه وزملائنا اللي احنا هنا شايفينهم من الوكالة الفرنسية ومن عدد من الصحف ومواقع الفيفا وكده بيأكدوا انه المباراه كانت صعبه جدا جدا على فريق اورجواي. فريق اورجواي صاحب خبرات، صحيح هو حقق الفوز لكن المباراه ما كانتش بالنسبه له سهله، وانه فريق مصر كان رقم صعب بالنسبه له. المباراه الحقيقه يعني بقت جيده في بعض فتراتها. ناس كتير اتكلمت هنا على طبعا انه الفرق العربيه تعرضت لصدمه في الدقائق الاخيره وقارنت ما بين الموقف المصري وبين موقف الفريق السعودي ثم الموقف الفريق المغربي. وطبعا في يعني تقدير لجهود لاعبي مصر والمغرب، في طبعا يعني حزن من الاستغراب والدهشه من اللي حصل للمنتخب السعودي. النتيجه كانت سخيفه. وهنا الصحافه الحقيقه بتتكلم على يعني حارس المرمى الشناوي انه انجاز طبعا انه في اول مباراه عالم وعالم واول مره انجاز طيب. صحيح ما يخففش او ما يعدلش من نتيجه المباراه لكنه شيء مشرف برضه. استاذنا الكبير وكاتب الصحفي الكبير استاذ ايمن بدره رئيس تحرير اخبار الرياضه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، نقل لنا الحاله، نقل لنا كل شيء، فبشكر حضرتك شكرا جزيلا.